نحو 5000 عائلة عراقية هاربة من القتال الدائر في الرمادي وجدت نفسها عالقة عند معبر بزيبيز في انتظار السماح لها بدخول العاصمة بغداد. وقدر وزير الهجرة والمهجرين في العراق جاسم محمد أعداد النازحين من الرمادي بنحو 32,000 لغاية الآن. العمل لا يقف فقط على اللجنة العليا لإغاثة النازحين، وإنما هنالك وزارات وقطاعات ودوائر أخرى معنية بالوقوف مع النازحين. اليوم يعني أعداد النازحين وصل إلى أكثر من 32,000 نازح، لا سيما من مدينة الرمادي باتجاه جسر بزيبز والمناطق المحيطة به، إضافة إلى هنالك 5 وفيات بينهم 3 أطفال وامرأة مسنة ورجل كبير بالسن، وقد دفنوا في المنطقة القريبة من جسر بزيبز.